ثم ذكر الله جل وعلا شيئاً يجعل بعض الناس يغترون فيستمرون على حالتهم ويتركون الاستجابة لداعي الإيمان، ألا وهو أن بعضهم قد يكون عنده من أمور الدنيا وزينتها وزخارفها ما يظن أنه بذلك قد حاز كل شيء، ومن ثم لا يتفكر في دعوات الأنبياء والدعاة والمصلحين. ولذا قال الله جل وعلا لهم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فكل ما في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمراكب والمساكن وأنواع النبات والحيوانات ونحو ذلك من النعم والخيرات، هذه عطايا من الله جل وعلا، ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن ينشغل بها عن المهمة العظمى التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. فإن هذه الأمور إنما أعطيت للعباد من أجل أن يستعملوها في طاعة الله وأن يقدموا بها على ما يرضي الله جل وعلا. ولذا قال: إنا جعلنا، أي وضعنا ما على الأرض، أي جميع ما في هذه الأرض زينة لها، فيزينها وتزدان حياة الناس بها. ثم قال: لنبلوهم، أي لنختبرهم، أيهم أحسن عملا، من هو أفضل الناس الذي يحوز الأجور العظيمة والثواب الجزيل بأداء الأعمال الحسنة. وحينئذ يسعى الإنسان إلى أن يرضي الله بعمل صالح.